بن غبريت تسابق الزمن سعيا منها لاحتواء تداعيات احتجاج الأساتذة المتعاقدين والامتصاص غضبهم في محاولة للعدول عن مطالبهم، حيث وجهت الوزيرة تعليمة إلى كافة مديريها على المستوى الوطني تدعوهم فيها لقبول شهادة العمل في إطار تثمين الخبرة المهنية، وعليها دعت المترشحين إلى سحب شهادة العمل وإيداعها في مراكز توجيه ملفاتهم. بدورهم قام مديرو التربية بمراسلة المؤسسات التربوية التابعة لها وتبليغهم بهذه التعليمة. هي إجراءات تراها وزارة التربية حلاً لإرضاء المعتصمين في الوقت الذي عبر فيه الأساتذة عن رفضهم أي قرار لا يلبي مطلبهم الشرعي. هنايا استقبلناها، نقول لن أقول لك بفخر واعتزاز، نحن عندنا مطلبنا وحيد وشرعي وحق الإدماج دون قيد أو شرط. حنا هذه شهادة عمل، نروح ندير شهادة عمل ولا هذه ما نهضروش عليها، حنا نهضروا كلمة واحدة هي الإدماج دون قيد أو شرط. يبدو أن قرار تثمين الخبرة المهنية وتوفير كل الظروف لتطبيقه لم يعطي أي نتيجة، ويبقى المشهد على حاله في انتظار قرار فاصل.